مختصر الأخبار. أهلا بكم إلى مختصر الأخبار وعيدكم مبارك سعيد. كشفت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين عن تسجيل 659 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. الفترة نفسها سجلت أيضا 19 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 401. ونظرا للتطورات المقلقة التي تعرفها الوضعية الوبائية بالمغرب، قررت وزارة الصحة بدءا من اليوم الاثنين تعليق الرخص السنوية لموظفي القطاع إلى إشعار آخر، كما دعت الوزارة المستفيدين حاليا من هذه الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة. أعلن مكتب الصرف الاثنين عن تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 من دجنبر 2020 بدلا من 31 من أكتوبر 2020. كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2019 أن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 6% ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 1.5 مليون درهم. دوليا، أكدت روسيا اليوم الاثنين على لسان وزير خارجيتها دينيس مانتروف أنها ستتمكن قريبا وبشكل شهري من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وعدة ملايين بداية من العام المقبل. ختام مختصر الأخبار في أمان الله. مختصر الأخبار.